الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد في الأولين، اللهم صل على محمد في الآخرين، اللهم صل وزد وبارك على سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد الصادق الوعد الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، just a quick reminder for my beloved brothers and respected sisters, if there's a sister in the other room, don't touch your phone and don't talk to each other during the khutbah, because this is a very common mistake these days. A lot of people, they go through their phones or they talk to each other during the khutbah. So I'm advising you, I love you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and I don't want you to lose the reward of attending this blessed majlis, Jum'ah, inshaAllah. أيها الإخوة، أيها الأحبة، نحن معاشر المؤمنين نعيش في هذه الدنيا إلى الله سائرين، ونقف في منازل نحط بها الركاب ونتزود بها إلى خير المعاد. ومن أعظم المنازل التي ينزل بها عباد الله المؤمنون منزلة الشكر. ونحن أيها الإخوة، إذ نعبد الله ونوحده ونؤمن بما جاء في كتابه وما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم، نحن نعيش بين منزلتين عظيمتين، منزلة الشكر ومنزلة الصبر، لا ثالث لهما، مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا أمر المؤمن، إن كل أمره خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. في إشارة أن شكر الله يتعلق بالمؤمنين، حيث أن الله إخواني ربط بين الإيمان وبين التقوى من جهة، وبين شكره من جهة أخرى. يقول الحق سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم،
واشكروا لي ولا تكفرون. وكأن الله يصور أنه في مقابل الكفر نحن نعلم أنه في مقابل الكفر الإيمان، أليس كذلك؟ لكن الله يريد أن يؤصل لنا هذا الأصل العظيم ويعلي منزلة الشكر في نفوسنا وفي قلوبنا، فقال اذكروني أي اعبدوني، أذكركم أي أغفر لكم، واشكروا لي ولا تكفرون. فكان في مقابل الكفر الشكر، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. فشكر الله هو قبة المنازل، أعلى المراتب أن تشكر الله، هذا من أعلى مراتب الإيمان، بل كما قال أهل العلم أيها الإخوة الأكارم إن شكر الله نصف الدين، إن شكر الله نصف الدين. طب والنصف الآخر؟ صبر، الصبر، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله. أما الشكر هذه المنزلة الرفيعة، هذا المنزلة السامية، وصف الله سبحانه وتعالى عباده المرسلين، وصف أول رسله نوح عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام، قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وكذلك وصف إبراهيم عليه السلام أنه كان عبدا شكورا، ووصف داود، قال الله سبحانه وتعالى لنبينا داود عليه السلام قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. حتى قيل أنه لما أنزل الله هذه الآية في الزبور على سيدنا داود عليه السلام صار داود يصوم يوما ويفطر يوما، ثم جمع أهله وأولاده وزوجاته وقال لهم أعينكم على أمور الدنيا فأعينوني على أمور على أمر الآخرة. شوف شوف هذا الرجل الصالح، هذا الزوج، هذا الأب الذي يزرع في نفوس زوجاته ويزرع في نفوس أولاده منزلة العبادة وقدر العبودية ومنزلة الشكر لله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. انظر أيها الإخوة، أيها الإخوة الأكارم، إذا جلست على مائدة ورأيت من صنوف الطعام ما لذ وطاب، من سخر لك هذا؟ إنه الله. من أوجد لك هذا؟ من أنعم عليك بهذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أفلا يستحق الشكر؟ أفلا يستحق الحمد؟ أفلا يستحق الثناء جل في علاه؟ بلى سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. من أصبح إيش؟ آمنا في سربه، أنت وأهلك وأولادك في أمان، حواليك أمان، ما في ضرب، ما في تهديد، ما في قصف، ما في وعيد، أمن. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه. في حدا فينا في المستشفى يا أخو الآن؟ في حدا فينا الحمد لله رب العالمين، هناك لنا إخوة وأخوات في المستشفى الآن ونحن نتكلم الآن في هذا الجمع الطيب، في إخوة وأخوات في المستشفى والله لا يأكلون ما يشتهون ولا يشربون ما يريدون، حتى الماء
ممنوع عنهم. انظر إلى نفسك وانظر إلى حالك، تأكل ما تشاء وتشرب ما تشتهي وتفعل ما تشاء ضمن حدود الله سبحانه وتعالى. أليست هذه نعمة؟ أليس هذا فضل من الله سبحانه وتعالى؟ من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، تفتح الثلاجة، تفتح البراد، عندك أكل لشهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنده قوت يومه، اليوم فقط تفتح البراد، عندك أكل اليوم، في أكل اليوم. من منا ليس عنده طعام اليوم؟ اليوم من منا؟ كلنا. يقول أنت فكأنما حيزت له الدنيا، وفي رواية بما فيها، يعني وكأنك جمعت كل شيء خلاص. هذا الأمن. شوف حتى الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى يتفضل على الكفار وعلى المشركين ويذكرهم بهذه النعمة الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. لمين؟ ليس للمؤمنين، ليس للموحدين، للمشركين عبدة الأصنام والأوثان لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. مين؟ من رب هذا البيت؟ ما النعم التي أنعمها عليهم على هؤلاء الكفار؟ الذي أطعمهم من جوع. كانوا نص الصحراء، تأتيهم النعم من الشام ومن اليمن رحلة الشتاء والصيف، تأتيهم النعم وهم في مكة في نص الصحراء، يعني لا يعقل، لا يسكنها أحد أصلا. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الله حماهم من قيصر والروم والفارس، الله حماهم من أبرهة الحبشي، دمر أبرهة ودمر الفيل ودمر الجيش. وهم من؟ وهم على الكفر وهم على الشرك. فالله سبحانه وتعالى يذكر من أيها الإخوة؟ يذكر هؤلاء عبدة الأصنام، عبدة الأوثان. طيب ألسنا نحن أحق بهذه الذكرى؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، مش تنفع المشركين أو الكفار. إخواني نحن يعني نعيش ونحيا بنعم من الله سبحانه وتعالى، والله لا نستطيع أن نعدها فضلا على أن نحصيها، فضلا على أن نشكر الله عليها، كما قال الحق سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول الحق سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. شو؟ إما شاكرا وإما كفورا. الله سبحانه وتعالى قسم العباد، الله قسم الناس إما شاكر وإما كافر. نسأل الله يجعلنا من الأولين ولا يجعلنا من الآخرين. فالنعم التي أنعمها الله علينا، نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الجوارح، كل هذه النعم ونعمة الأولاد ونعمة الأمن ونعمة الإسلام، طب بماذا كيف نشكر الله؟ أولا أن نوقن أن هذه النعم من الله وحده سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لمعاذ، وقالها لمعاذ، قال يا معاذ إني أحبك، قال يا معاذ إني أحبك، قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعد ما تخلص صلاة، أي صلاة فريضة سواء قبل التسليم عند بعض أهل العلم وعند الغالبية من علماء الجمهور، علماء قالوا بعد السلام، أن تقول ماذا؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وشكر، أنت تحتاج حتى تشكر الله، حتى تثني على الله، حتى تقف بالصلاة أول شيء تقول في الصلاة ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. تثني على الله، تشكر الله أول شيء. تشكر الله على ماذا؟ على ماذا؟ أنه أوقفك ذليلاً عبداً خاشعاً بين يديه. هذه الصلاة التي نصليها هذه فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. كم من المسلمين لا يصلون؟ كم من المسلمين لا يصلون؟ لا جمع ولا ظهر ولا عصر ولا فجر ولا شيء، في غفلة عظيمة. نسأل الله لهم الهداية، نسأل الله لهم إخواننا يعني، نسأل الله لهم الهداية.
كم من المسلمين ما سجد لله سجدة سجدة ما سجد لله سجدة. أنت تأتي هنا إلى المسجد وتسجد وتقف دليلا خاشعا بين يدي الرحمن الرحيم، ألا يستحق الثناء؟ ألا يستحق الشكر سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى يريد منا أيها الإخوة الكرام أن نعتني بهذا النص الذي هو قبة المنازل، منزلة الشكر لله سبحانه وتعالى. الله أعطاك بصر، اصرفه في طاعة الله، لا تصرفه فيما يغضب الله، لا تصرف السمع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، لا تبطش بيديك وقدميك، لا تغتر، سخر كل هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مرضاته. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم، وأن يجعلنا من الذاكرين، وأن يجعلنا من القلة الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم وقليل من عبادي الشكور. قل ما تسمعون استغفر الله لي وأستغفره إنه